صباح الخير اعزائي، برحب فيكم مجددا على الفريجرانس هوليك ليبانون بيروت فريجرانس باشن. يلي جديد على القناه بتمنى عليه يعمل سبسكرايب. الموضوع اليوم المراجعه راح تكون عن عطر بروت من بارفان برستيج. هذا العطر انطلب مني من عده مشتركين معنا بالقناه، فحبيت اعمل المراجعه بناء على طلبهم. انا كنت راح اعملها بس سرعت فيها بناء على طلبهم. بروت فور مان من شركة بارفان برستيج. هذا العطر تم اصداره عام 1968، ناس بيقولوا 1965. اوكي، كان اسمه قديما بروت فابرجي، يعني شركة فابرجي كانت هي اللي تنتج هذا العطر. حاليا عم تنجو يمكن ابتداء من 2014 او 2015، صارت تنتجو شركة بارفان برستيج، هي شركة ايطالية. العطار اللي عمل هذا القطر قديما يعني هو كارل مان. اوكي، هذا قطر اولد سكول، قطر رجولي بامتياز، قطر ماسكولين. رح نبلش هيك بالعبوة سريعا. مثل ما شايفين العبوة بتعكس انه قطر اولد سكول، السلسلة مع البلاك الفضية بريت فور مان. الغطا شوفوا السبراير شو اولد سكول. من قدام على العنق بارفان برستيج 100 ملي، وهون تحت هيدا البلاك الفضي مكتوب اودو تواليت بالاسود، اودو تواليت فور مان. انتبهوا التقليد بيبقى مكتوب اودو تواليت فيها احرف ناقصة، يعني في خطأ بالطباعة، بتكون زجاجة تقليد. اوكي، شوفوا اللون الاخضر، فعلا عطر بيعكس اللون الاخضر. اوكي، العلبة بتيجي بهذا الشكل، إلى تلزيق من هون، بتفتح تصير هيك، بتصير قطعتين وبتجي زجاجة بقلبها، عليها الباركود والمعلومات. اوكي، الهولوغرام مشان التقليد، وفي هون عنا تاريخ الانتاج مكتوب باللغة العربية. هذا العطر عام 2016، انتاج 2016. اوكي، زجاجته 2016. هلا بتلاقوا بالسوق في ناس رح تضيع، راح يصير في ضياع بالنسبة لهذا العطر. اوكي، هذا هو ذاته العطر. اذا بتفوتوا على الفراجرانتيكا بتلاقوا نفس المكونات بالبروت فور مان، وبالهذا اسمه بروت اوريجينال اودو تواليت. اوكي، نفس المكونات، بس بالواقع الفرق انه هذا العطر هو نسخة مخففة عن هذا. هيدا اقوى بادائه، بعمقه، بتركيزه اقوى، هذا بتحسوه اخف. اوكي، بالثبات وبالفواحين اخف، بس نفس الريحه، ما بتختلف الريحه. اوكي، مثل ما شايفين عندي زجاجه عم استعملها، شوفوا قديش بعد فيها شوي. رح الفت لكم نظركم على شغله، انه هيدا يلي عنده هيدا العطر، هيدا العطر بتفتح الاتومايزر السبراير بينفك بشكل قلاوز. اوكي، ما بعرف ليه عاملينه هيك، فهذا موضوع بيفتح بهالشكل. اوكي، في منه كمان نسخة الافتر شيف، شوفوا لونها بيجي شوي فارق، لون اخضر. هيدي بتجي الافتر شيف، بتجي مثل ما بقولوا دلق. اوكي، بعد الحلاقة منعش كتير وحلوة. اوكي، نرجع لعطرنا. قلنا عطر ماسكولين رجولي اولد سكول، باربر شوب ستايل، مثل ما معروفة. عنا افتتاحية خزامة مع حبق واضحة جدا، الحبق كتير واضح، البيزل مع اليانسون والبرجموت والليمون. بالوسط عنا ابرة الراعي الجيرانيوم والياسمين، وبالقاعدة مثل كل عطور الباربر شوب تحلب السنديان، الاوكموس، باتشولي، الفيتيفر، نجيل الهند،
وفي التونكا الفانيلا والساندلوود. هول اللي بيعطونا بالقاعدة بس ينشف العطر مظبوط، بيعطونا إحساس باودري سوبي صابونة مع شوية سويتنس بهيك خفيفة. أكيد التونكا والفانيلا مش مثل العطور هلأ اللي فيهم تونكا وفانيلا، هلأ عصر التونكا والفانيلا هلأ حاليا، لا معمولين مشغولين بغير طريقة، بيعطوكم إحساس هيك على نظافة على باودري وصابون، يعني بتحسوا لوح صابون لونه أخضر عم تتنشأوا. أوكي، هذا هو العطر. بالنسبة لأدائه، هذا العطر أدائه وسطي، 4 إلى 5 ساعات، أول ساعة فواحين جيد. أوكي، اللي بلاقي نسخة الفابرجي كانت أقوى بعد، قبل أكيد تعرضت لكثير إعادة إصدار هذا العطر، ريفورميليشنز، عدة ريفورميليشنز، بس إنه بعده مقبول بالنسبة لهالأيام. أوكي، هذا بيعطيكم من 2 لـ3 ساعات ثبات مش أكتر، وشي نص ساعة فواحين أول ما تستعملوه. هذا ضعيف في هذا الإصدار. بالنسبة للإطراءات، هذا عطر عطر رجولة، يعني بتحسوا الرجل القديم، يعني إذا بدكم الرجولة تعصروها تحطوها بهالقنينة. عطر ماسكلين كتير، يعني عطر نوستالجيك، بذكركم بال يعني عطر النوستالجيا أنا بسميه. جدي كان يستعمل هذا العطر، جدي من جهة والدتي كان يستعمل هذا العطر، كل ما رش هذا العطر بتذكره. عطر الرجال، يعني الرجال القديم طبعا، الستينات السبعينات. ما بحس هلا، يعني انا هذا ما مر معي بامتحان الزوجة، يعني زوجتي ما كتير تقبلته هذا العطر، فانا بستعمله لسعادتي الشخصية، بستعمله برحلة الصيد، بس روح على الصيد على البرية كتير بستعمل هذا العطر. سعره تقريبا بين الـ10 والـ15 دولار للزجاجة الـ100 مل اللي حسب انتو بأي بلد. بستعمله بالربيع وبالخريف، بالخريف أكتر لأنه بيكون موسم الصيد، بستعمله كتير بهذا الفصل. فيكم تستعملوه كل ايام السنة ما في مشكلة. اوكي، لانه بيعطي ريحة نظافة مع صابون. اوكي، اذا بروت فور مان، عطر نوستالجيا، عطر رجولة. اصلا اسم بروت مع بيعني بروت، يعني من بروتاليتي، يعني الوحشية او شيء. البروت يعني الشيء بطابعه الأساسي. أوكي، يعني له تفسير ما بعرف، بروتاليتي، بروت، يعني إذا بدكم الرجال بنسخته الأصلية إذا بدكم، أو شيء هيك هالمعنى. فهالأيام ما كتير رح يتقبلوه الصبايا وحتى الشباب، هلا كتير هلا عايشين هلا الترند منا هلا هذا العطر. اوكي، بس انا ما عندي مشكله بستعمله، اللي بتابعني بالقناه بيعرف قد ايه بحب هالعطور، فاخر همي ما عندي مشكله انا بستعمله عادي. اوكي، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم بفيديوهات جديده.